ارتجي المقطع باللغة العربية الفصحى. وحين سرت إلى عملي حادثني سير سيارة أضربتني في كتفي. ذهبت إلى الكلية في وقت جدا متأخر. قبل ذهابي أجرت تاكسي لكي أصل للكلية. استيقظت صباحا ثم تناولت الفطور وذهبت إلى السوق. يعني صار منتصف النهار ورجعت إلى البيت. كذلك يعني نفس الروتين اليومي. ونمت وقعدت الصبح ورديت لهن يا أبا هاي. طلعت مشوار أتسوق، سوقت وافطريت شوية وتونست والجو حلو ثم رجعت. متعودين يعني على اللغة العامة يعني ما أقدر. سألني الطبيب ما بك يا نور؟ هو مجرد ألم في الرأس. فقلت له لا إنها جلطة. طلعت مو جلطة، ما أعرف أتكلم بالفصحى خلاص. قليلة من الجوع كان عندي، فتوجهت إلى محل اشتريت لفة فلافلة ذهبت بها وإذا سقطت بمجرة وقعت فيها وراحت اللفة. أكيد. طيب اليوم الشباب يهتمون باللغة العربية الفصحى برأيك؟ هي قديمة. الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى تطور نحو الأحسن ولا لا نحو الأسوأ؟ والله تجي تصدق هو أنا ما أعرف شنو السبب إنه أنا عندي وايد جلطات. لازم إحنا نبقى بلهجتنا وكلامنا وكلامنا الفصحى وكلامنا لهجتنا إحنا العربية.